هاد السنه كما كتشوفوا ان شاء الله عندنا ان شاء الله طواف بصبغه امريكيه تحت شعار الصحراء المغربيه بعيون امريكيه. الطواف ان شاء الله هاد السنه غادي ينطلق من مدينه الدار البيضاء اتجاه مدينه اورلاندو. الفريد في هاد الدوره هذه ان شاء الله غادي يتم شحن دراجات المشاركين عبر طائره خاصه من مطار الدار البيضاء اتجاه مطار ميامي. عدد المشاركين في هذه الدوره تقريبا 150 مشارك فيهم 33 امراه. ان شاء الله غادي يكون طواف بولايه فلوريدا، غادي ينطلق من ميامي اورلاندو ثم بالم نابل كي ويست رجوعا الى ميامي. غادي يحاول يقطعوا تقريبا مسافه ديال 1900 كيلومتر. ان شاء الله غادي يكون يوم 6 نوفمبر احتفال مدينه اورلاندو، غادي يدخلوا استماع الخطاب الملكي وتكريم عده شخصيات في الجاليه المغربيه تما وجمعيات اللي كينشطوا في مدينه اورلاندو في الولايات المتحده الامريكيه. ان شاء الله هذه السنه عندنا عده ضيوف شرف، عندنا مشاركين من هولندا، عندنا مشاركين من السعوديه، من فرنسا ومن المكسيك، ومشاركين من امريكا. وان شاء الله هذه الدوره غادي يشاركوا معنا افراد من الجاليه المقيمه في اورلاندو، دي موطاخ اللي كاينين في اورلاندو ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم انطلاقه ديال الطواف غتكون يوم 3 نوفمبر، وغادي يتم العوده لارض الوطن ان شاء الله يوم 13 نوفمبر ان شاء الله.